السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نكلمكم في موضوع مهم جدا يخص الناس اللي بتشتري طيور. يعني انت رايح تشتري مثلا بط، رايح تشتري فراخ، الاتنين دول ليهم علامات معينة تعرف من خلالها عمر الطائر. يعني انت مثلا عايزه يكون مثلا النتاية عتقية، عايزها بدارة، عايزها عندها سن معين. ازاي بقى تعرف السن؟ عن طريق الشكل وعن طريق علامات معينة بتظهر على الفرخة او البطة او ذكر البط او الديك. كلهم هنتكلم عن العلامات بتاعة الطيور دي بالتفصيل، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم تكون عارف ان انت وانت بتشتري، علشان ما تضحكش عليك، ان العلامات دي لازم 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 تركز فيها بدقة وبتفصيل، لان العلامات دي فعلا بتخليك تعرف النتاية دي بتبيض ولا مش بتبيض، عتقية وخلاص قربت تقطع بيض، ولا الراجل عنده حق فعلا ولسه بتبيض من كام يوم وعمرها مش كبير. العلامات دي مهمة. العلامات دي مش بس هتعرفها علشان خاطر مثلا تعرف ان الطائر ده قرب يبقى، يعني قرب يموت او قرب ينفق، ولا لسه صغير وقادر على يعني ينتج لك بيض وكده. لا لا، العلامات دي مهمة علشان خاطر ما يضحكش عليك. فركز معايا بالتفصيل علشان مش هنسيب تفصيلة معينة. وانت برضو لما تروح تشتري حاول تشتري من مكان موثوق، لان نص الموضوع ونص اهمية الموضوع، ويعني علشان ما يضحكش عليك انت محتاج تروح الاول مكان موثوق بعد كده تستخدم خبراتك. لانك لو رحت مكان مش موثوق واستخدمت خبراتك برضو احتمال كبير يضحك عليك او تشتري حاجة انت مش عايزها. لان انت لو عايز فراخ مثلا بتبيض، مثلا انت عايز فراخ بتبيض، فراخ بياضة، فلازم تاخدها في عمر معين. عايز ذكر يكون قادر على التكسير، ذكر بط كده عنده صحة ولسه صغير وشباب، وفي نفس الوقت مش يعني مش كبير قوي، يعني لدرجة ان هو ايه، يعني مش معدي السن بتاعي يبقى عتقي او كبير خالص اللي هو غير قادر على التكسير. لا، انت هتشتريه حاجة وسط اللي هو لسه صغير بس برضو كبير وخبرة ويعرف يكسر وينتج لك ويخلي البيض مخصب، يعني على حسب رغبتك. فلذلك انت العلامات دي هتهمك جدا جدا جدا. نبدأ مع بعض بالفراخ. الفراخ طبعا النتاية حاجة والديك حاجة. النتاية البدارة العرف بتاعها بيبقى صغير جدا، بيبقى العرف كده مش ضخم زي النتاية الكبيرة، وبيبقى وزنها خفيف، تقدر تشيلها كده وتحس ان هي يعني عبارة عن ريش بس مش اكتر، وزنها خفيف جدا. وبيبقى فيه كده عموما عند الفراخ فيه صباع صغير في الساق من ورا، يعني في قصبة الرجل او في الساق من ورا كده بيبقى فيه صباع صغير. النتاية البدارة الصغيرة بيبقى ما فيهاش الصباع ده، ما عندهاش الصباع ده. ركز عشان دي علامات دقيقة جدا. الضوافرها بقى بتبقى خفيفة جدا ورفيعة جدا، والريش بتاعها بيبقى خفيف، مش ريش سميك كده وصعب تمسكه، لا يعني ريش خفيف جدا وبيطير مع الهوا كده يعني، فاهمني؟ وهي كمان بتبقى بتطير اكتر من اي طائر تاني كبير، لان هي نفسها بتبقى خفيفة فبتطير كتير بقى وتتنطط كده، تحس ان هي ايه، ريشه كده طايره في الهواء يعني. غير بقى الفرخه العتقيه. نروح بقى للفرخه العتقيه، بيبقى العرف بتاعها شاحب، يعني مش احمر، يعني خلي بالك الصغيره البداره عرفها بيبقى ايه، في حمار بيطلع كده خفيف ومزهر كده، يعني مش شاحب. انما العتقيه عرفها شاحب وهي نفسها تقيله في الوزن، والريش بتاعها ناشف وبيشوك وقوي جدا. ورجلها من ورا بقى في الساق من ورا في صباع صغير كده اللي هو احنا قلنا عليه، هتلاقي صباع صغير كده طالع في رجلها من ورا، صباع خامس. هي عندها اربع صوابع تحت بتقف عليهم، عندها صباع خامس بقى في رجل من الرجلين من ورا مش من قدام. الضوافر بتاعتها بقى طويلة وقوية جدا. ده بالنسبة للنتاية. نروح بقى للديك. الديك نفس الموضوع بالظبط، بس الاختلاف بقى في ايه، ان هو لما بيكبر الصباع بتاع قصبة الرجل ده بيبقى كبير جدا 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 عن النتاية. الديك الصباع الخامس ده اللي هو بيبقى في الرجل من ورا بيبقى حجمه كبير وقد الصوابع بتاعت رجله، فعشان كده بنقول صباع خامس في قصبة رجل الديك من ورا.
تمام. انما بقى الديك الصغير خالص ما بيبقاش باين فيه الصباح، بيبقى فيه مكان بس للصباع، تحس كده في ايه علامة كده بتشير ان في صباع هيطلع في الرجل من ورا، مكان بس لكن ما بيبقاش موجود. لما بيكبر بقى بيبقى الصباع ده كبير جدا وبيبان، يعني بيبقى اكبر بكتير جدا من الصباع الخامس اللي موجود عند النتاية، تمام. فده بالنسبة للفراخ النتاية والذكر. نروح بقى للبط. البط برضو يعني شبه الفراخ في الموضوع ده، النتاية والذكر عموما هنتكلم مع بعض عليهم، البدارة او الصغيرين من النتاية والذكر في البط، الريش بتاعه او بتاعها بيبقى مش مكتمل في العمر من البداية يعني خالص، تمام. وهم صغيرين الريش بتاعهم بيبقى مش مكتمل، والعرف بيبقى لونه مش احمر وضوافرهم بتبقى صغيرة في الحجم، تمام. اول ما يكبروا بقى بنلاحظ ان الريش بتاعهم كبر جدا واكتمل و كسى الجسم كله، بيبقى مفيش ولا حتة ناقصة من الريش، بتبقى كل الحتت مكسية بالريش، تمام. ولما بيكبروا برضو كل ما بيعدي العمر وبيعدي الوقت عليهم العرف بتاعهم بيزيد حمرة، بيزداد حمرة، بيزداد حمرة، تمام، لحد ما يوصل لانه يبقى شبه الدم كده، احمر جامد، احمر جامد جدا، تمام. وكل ما بيكبروا برضو بالتدريج ضوافرهم بتكبر، الضوافر بتاعتهم بتكبر معاهم مع الوقت. على العلامات دي كلها انت هتروح اي محل او اي مكان بيبيع طيور سواء بط او فراخ، تمام، تروح اي محل كده وتبص بالنظر كده، بس انت بنظرك كده تعرف مين عنده كام سنة ومين عنده كام شهر ومين كبير ومين البدارة ومين العتقية. وطبعا مع الخبرة وان انت تجرب كتير وتبص على طيور كتير، تبص على فراخ كتير وتقارن الفرخة لما كبرت وهي صغيرة، وتقارن الديك لما كبر وهو بدارة، وتقارن برضو البطة لما كبرت بالبطة وهي صغيرة، وتقارن الذكر البط لما كبر وهو صغير، لان الموضوع مش نظري بس، مش بالعين بس، يعني مش هاجي اقول لك انت هتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا وانت تتخيل، لا لازم تشوف برضه، لازم تشوف برضه، لازم تجرب، لازم يبقى عندك خبره احتكاكيه تحتك بالطيور وتعرف من خلال الطيور نفسها العلامات دي، يعني تختبر العلامات دي من خلال الطيور، لان الموضوع في الاول وفي الاخر خبرات، خبرات عمليه انت بتشوف بنفسك. العلامات دي احنا ما عرفناهاش غير لما جربنا مره واثنين وثلاثه وعشره وشفناها اتكررت كتير قدامنا، فبنقولها لكم علشان خاطر انتوا كمان لو ما شفتوهاش اديكوا عرفتوا، علشان بعد كده اول مره تشتروا يبقى عندكم علم، حتى لو علم بسيط بالعلامات بتاعت الطيور، علشان تشتروا الطائر في العمر المناسب ليكم، لو عايزينه بيبيض او عايزينه مش بيبيض، عايزينه بيكسر او مش بيكسر، عنده قدرة ما ما عندوش قدرة ما كده، يعني علشان ما يضحكش عليكم. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليكم من اليوتيوب. وما تنسوش برضو تعملوا تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهكم في عالم تربية الطيور، وهنرد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت في التعليقات، او نعمل فيديو مخصوص للمشكلة، ونشوفكم على الف مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.